بالاذن بالاذن بليز اذا بتريد اذا بتريد مسيو اذا بتريد اذا بتريد عمو كاميرا في معنا الملك علي وصل بعدها حبيب قلبي وصل علوش هلا هلا وصل ايهاب ايهاب امير رجعنا كلنا شباب كلنا على الباك ستيج كلنا رجعنا حصلنا كانوا اول برايم انت شعور كثير حلو شعور كثير حلو بتعرف عم بيسو بياخذ وقته هسا زلمة رواق عرواق بيعمل شعراته بالرايق منظم اجر على اجر محمد عباس محمد عباس تحكي لي بس مشوار لحظة فكرة شو احساسك انت هلا انك انت فينال وكيف انه هيك اخر مره هون القائد بيعمل لك شعراتك هيدا الجو اللي الضغط اللي انت فيه شو احساسك شو بتوصف لنا اياه وانت بتشوف انه اليوم حتاخذ لاب ايه ولا والله يا اخ رافائيل انا متحمس كتير ومبسوط ان انا وصلت للفاينل وزعلان طبعا ان خلاص النهارده اخر يوم يعني لينا في الستار اكاديمي بس متحمس للبرنامج النهارده ده هنكسر الدنيا كلنا وطبعا انتم محمسيني اكتر بوجودكم كلكم معانا ويا رب ان شاء الله اللقب يبقى مصري باذن الله مصري يعني ما بيهمك انت او هايدي لا انا ما بيهمش طب اذا اخذوا مروان شو بيصير فيك اذا اخذوا مروان والله مروان يستاهل بس اللقب مصري وانيس انيس انيس ايهاب شو شعورك هي انيس انه انت زلمه كل جمعه كنت تعمل طبلو طبلو طبلويات قطعت شهر شهر ونص بالبيت ورجعت جيت تعمل احلى طبلو مع احلى مبال شو كلمتك للجمهور شو كلمتك للعالم وشو شعورك انت هلا؟ سامع الصوت؟ فرحان انه احنا قاعدين نرجع نغني مره اخرى على المسرح صار اكاديمي كان اخر مره اكيد فرحان بزاف ومتحمس بزاف بعد يعني علي صوتك يعني هيك يلا ما تصوتوا على رقم اثنين لانه ما بقى في محل تصوير تصريح خطير من مروان يوسف النجم اللبناني الصاعد الكبير العظيم لبنان اولا وابن لبنان حده شنو الليله اللبناني شنو لا بتونسي على رقم اربعه ما بقى تصوتوا عملكم انا بقى شويه لانه ما بقى في محل تصوير يعني تصريح خطير من مروان جد يعني صوتوه نسيم حرام اللبناني كل الدنيا صوتوه نسيم حرام والتصريح اخطر انه مروان يوسف عم يشجع نسيم انه يصوتوا العالم أكيد. يعني شيء احنا مش تهريبي رحنا رياضيه الان كلمه هلا بجديه ولا هيدا هيدا الزلمه اليوم حيربح باذن الله واللقب حيرجع لبنان باذن الله واللي ما اخذ اللقب هو كبير بعيوننا وبعيون لبنان كله وبعيون كل شخص بحبه انا ربحت شخص كثير مهم من نفس البلد هو مروان يوسف ربحته كصديق قبل ما نكون منافس الي او شخص قطع بالاكاديمي مروان يوسف فخر لبنان وفخر مين غنى على مسرح الاكاديمي وفخر المجرة لا انا حبيب فخر المجرة تعال خي نسيم نسيم نطلب من كل اللبنانية نسيم إذا أخذ اللقب اليوم هو من أصغر الأشخاص اللي أخذوا اللقب حملوا مسؤولية مسؤولية حملها على كتافه كتير كبيرة خلال أربع أشهر تحمل أكثر منا كلنا صراحة هو شخص بيستاهل كتير وبحبه كتير من قلبي